أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن الأساطير. كفاية أساطير، كفاية أساطير، أبوس إيدك كفاية أساطير. أنا سامعك اللي بتقول كده، بس المرة دي الوضع مختلف خالص. أنا النهاردة هتكلم عن نرجس. نرجس يعني شعر أصفر، يعني لون خضرة أو زرقاء مش فاكر يعني كل البنات بتحبك، يعني كل البنات حلوين، يعني أجمل واحد في الدنيا كلها. كان يعني يمشي في أي حتة الناس تفضل بصاله. مين ده؟ نرجس. نرجس يا اخوانا، ايام نرجس ما كانش فيه مرايات، كان كل الموجود ميه، يقدر يشوف فيها وشه عشان يشوف وشه ويستمتع بجماله، عشان يعرف يشوف الشعر الاصفر، عشان يعرف يشوف العينين الملونه الخضراء والزرقاء وكل الالوان الحلوه دي. فكان لا يعمل ايه؟ نرجس فين؟ على البحيره. بيعمل ايه؟ بيبص في الميه. بيبص لنفسه، بيستمتع بجمال نفسه، مبسوط بنفسه. ايه يا نرجس، انت ليه كل حياتك مقضيها على البحيره دي؟ تنزل كده يا نرجس تتعامل مع الناس، تشوف الناس، ادي الناس الشرف انهم يتعاملوا معاك. لا استحاله طبعا اضيع وقتي مع الناس، انا عندي وقت مش فاضي. كانت اغلب حياه نرجس في البحيره دي، بيستمتع بجماله وبشكله. وفي يوم من الايام ونرجس هو مبسوط بشكله في الميه، يشوف واحده حلوه جميله او وتبص له وبتشاور له وبتقول له ما تيجي يا نرجس، ما تيجي يا أخي، ما تيجي ونجيب ليجي. وإذا بنرجس يستغرب، إيه ده؟ هو في واحدة عايشة تحت المية؟ أتاري آلهة البحر خلفت بنت جميلة أو وبعتتها النرجس وحبت تناسب نرجس وتنول الشرف إنها تناسب أحلى واحد في الدنيا، نرجس يا إخوان. وإذا بنرجس يصار ويستصار، إيه ده؟ آلهة البحر نفسها بعت لي بنتها؟ ده أنا لازم أنزل لها. ويرمي نفسه نرجس في المية عشان يروح لبنت آلهة البحر. نرجس يفضل يغوص في البحر، وهي تفضل تتمشى ما بين الصخور تحت البحر بتقول له تعال يا نرجس، ونرجس يفضل يعوم. ايه ده؟ بنت آلهة البحر فين؟ راحت فين؟ اختفت. نرجس الأكسجين اللي عنده بدأ يخلص، يبدأ يدور نرجس عشان يطلع فوق السطح عشان ياخد أكسجين تاني. وفجأة المسافة بعيدة، نرجس أبو شعر أصفر وبعيون خضرة مشي مسافة طويلة جدا عشان يجري ورا بنت الآلهة البحر. فجأة الأكسجين خلص، يموت في أعماق البحر. نرجس أبو شعر أصفر وعيون خضرة. لو كان نرجس اكتشف ان البت اللي ظهرته دي كانت وهم من خياله، ان مفيش حد مغرم بجماله بالشكل اللي هو متوقعه، هل كان هيتغير؟ لو نرجس كان اتصدم وكان اكتشف ان البحر ملوش بنت وان ما كانش في حد اصلا بيشاور له تحت الميه، ايه اللي كان هيحصل له؟ كان هيتصدم، لكن الصدمه كانت هتفوقه من اللي كان فيه، هتفوقه من الوهم اللي هو كان عايش فيه. انت يا انسان مش اهم حد، انت مش مركز الكون، انت مش اجمل انسان، انت مش اذكى واحد، انت مش المحور. الصدمه الحياه دايما بتدينا دروس وصدمات عن طريق تجارب شخصيه صعبه، دايما بتخلينا نهدم الذات اللي احنا اتكونت عندنا من صغرنا، بتطلع في الاخر شخصيه عندها نضج كافي انها تقدر تواجه الحياه بشخصيتها الحقيقيه. وبتعرف الانسان اهميه المشاركه، انسان محتاج لشريك، ان الانسان محتاج للاخر. وبعد سقوط الذات وبعد معرفه الاخر توجد هناك من بعيد المعرفه الاعمق والاعظم على الاطلاق. دي كانت اسطوره نرجس ابو شعر اصفر وعينين خضراء. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. بس كده، سلام.